بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك المظلومين المشردين يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا سفينة النجاة ويا عيني في الحياة ما خاب الله من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ابن النبي المصطفى ووصيه وأخ الزكي ابن البتول الزاكية تبكيك عيني لا لأجل مثوبة لكنما عيني لأجلك باكية تبتل منكم كربلاء بدم ولا تبتل مني بالدموع الجارية ويا أنست رزيتكم رزايانا التي أنست رزيتكم رزايانا التي سلفت وهونت الرزايا يا لا يا وفجائع الأيام تبقى مدة وتزول وهي إلى القيامة بايا يا قيام لهفي لركب صرع في كربلاء كانت بها أجالهم متدايا تعدو على الأعداء ظامية الحشا وسيوفه يوم لدم الأعادي ضايا نصر ابن بنت نبي طوبى لهم نالوا بنصرته مراتب سامية قد جاوروه ها هنا بقبورهم وقصورهم يوم الجزاء وقصورهم يوم الجزاء متحاي هاي يا هاي يا 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 ولقد يعز على رسول الله أن تسبى نساه إلى يزيد الطايا هاي يا غياب
وهو قرة عينه، ويرى حسينا وهو قرة عينه، ورجاله لم تبق منهم بايا. وجسومهم تحت السنابك بالعراء، ورؤوسهم فوق الرماح العالية. ويرى أمية ويرى ديار أمية معمورة، وديار أهل البيت منهم خالية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. قال تعالى في كتابه الكريم وبيانه العظيم: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الآية المباركة من سورة آية 173. المؤمن، الجماعة المؤمنة، كلما ازداد العدو قدة وعددا وتهيئا، كلما ازداد المؤمن تعلقا بالله وخشية من الله وتوكلا على الله. هؤلاء يتصورون بأنه المرجفون حينما يخوفون الناس، المثبطون، هنالك جماعة مثبطون شغلهم هذا، وهؤلاء مأجورون أو خائفون أو جبناء أو تعلقوا بالدنيا، مثبطون للناس عن الجهاد، عن لقاء الله سبحانه وتعالى. فلذلك الله سبحانه وتعالى يصف هؤلاء، يقول حينما يتعرضون إلى الخوف يردون يهددوهم أن المعسكر الفلاني والحاكم الفلاني والنظام الفلاني عند جيش وعند سجون وعند معتقلات وعندما عند، يتصورون بأن هؤلاء يخافون. الآية ماذا تقول؟ شوية أصف عن بالآية: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الناس قالوا الناس الأولى مثبطون انتهازيون خونة عملاء مأجورون أصناف خائفون مرجفون واهنون ضعفاء جبناء هاربون من الجهاد. ذولا مو بس هم يردون ما يجاهدون، لا، يثبطون الناس هم كذلك. أكو هيك نمط من البشر، لا هو يحب الخير ولا يخلي غيره يعمل الخير. يعني يقول لك ليش بس أنا ما أعمل خير؟ يعني أنا إذا بس أنا ما أعمل خير راح أبين، إذا أنا ما أجاهد راح أبين، خلي أكبر عدد ممكن من الناس أحشرهم معي. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. العملية أعطت نتائج عكسية، بس هؤلاء من هم؟ هؤلاء المتوكلون على الله سبحانه وتعالى، هؤلاء الذين لم يتعلقوا في الدنيا، يعيشون مع الناس، يأكلون كما تأكل الناس، ويتاجرون ويعملون بالعمل الاقتصادي والتجاري، ولربما عندهم ثروة طائلة، ولكن هؤلاء لم يتعلقوا بهذه الثروة
هنالك فرق بين إنسان يعمل في الدنيا ولم يتعلق بها. قلبه وين متعلق؟ بالآخرة. القلب متعلق بالآخرة يعرف قيمة الحلال والحرام، بس الإنسان اللي قلبه متعلق بالدنيا ما يعطيهم قيمة ذني، شو حلال شو حرام. المهم الزلمة مثل ما يقولون يخلي بالسلة عنب، هذا العنب منين مصدره، هذا الخير منين مصدره، هذا مو مهم. المهم عنده الغاية تبرر الوسيلة، شلون ما تكون الوسيلة. فلهذا تلاحظ هؤلاء يعيشون في الدنيا ولكن لم يتأثروا. كيف لم يتأثروا؟ وهي عندنا أمثلة. إنسان يدرس بالجامعة، أهم أن يخلص من الجامعة يحصل على الشهادة، لم يتعلق بالجامعة، لم يتعلق بحيطانها وكراسيها وما أدري زخرفها، يخلص منها ويأخذ شهادة شهادة من هاي الجامعة ويروح. قلبه وين متعلق؟ متعلق عنده هدف كبير يريد يحصل على شهادة. وهل هنالك شهادة أعظم من رضا الله علينا؟ فلذلك هؤلاء لم يكونوا عبثا، زادهم هذا الخوف، هذا لم يأتي من فراغ، زادهم إيمانا. مو هيك يعني؟ صحيح التوفيق من الله، ولكن الإنسان إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلهذا تلاحظ هؤلاء مثبطون من جهة، جهة ثانية الطواغيت والأنظمة والحكام، وشفنا احنا هالعمر القصير اللي عشناه شفنا طاغية من الطغاة يحمل سيف طوله 50-60 متر يهدد الناس، فلا شعوريا الناس يخوف الناس، يدين اثنين هالشكل منا ومنا وماسك السيف وماخذين صورة الإيدة، والناس يعني تمر من تحت السيفين. أو حاكم ثاني يمسك الطائرة بإيده، إيده أكبر من الطائرة، يردون يحول للناس بأن هؤلاء أقوياء وعظماء وما أدري كذا. أنا كنت ألاحظ بعض الحكام، بعض الطواغيت يعني المنبر يأبى أن نأتي بأسمائهم، تتعرفون بعض. كل صفحة يكتب له 4-5 كلمات في سبيل ما يلبس نظارة، ليش؟ حتى ما يكون نظارة عيونه ضعيفة، شو القوة اللي عنده هذا؟ يحاولون يوحون للناس بأنكم تكبرون يا ناس، يا شعب، يا أمة، يا ملة، تكبرون وتعزون وما أدري كذا، وأنا بعدي عيوني قوية وشعري مني الساقات وما ألبس باروكة وما أدري كذا. أنت لبست باروكة ولبست عيون وضعفاء وإحنا بعدنا أقوياء، هذا شفناه وما شفنا. فلذلك هذا المعنى، حينما تلاحظ أن الفئة التي حاول أن تستل نفسها من هذا الواقع، ما تخاف، ما تخاف. أولئك الأشخاص الذين تحدوا الظلم، تحدوا الكبرياء. الشعب الإيراني قبل 30 سنة بال79 الثورة الإسلامية في إيران، شاه إيران كان بؤرة تجسس بالمنطقة، ثار الشعب الإيراني بقيادة المرحوم آية الله الخميني، طلع بجبته ورجع بجبته، طلع بعبايته ورجع بعبايته. القوة ترى مو بالتاج الكبير والكذا الكبير، لا، بالإيمان بالله سبحانه وتعالى. وهكذا الشعوب الأخرى، الشعب العراقي كم انتفض على حكامه، كثير من الانتفاضات صارت، انتفاضة الصفر في طريق كربلاء تحدوا الطاغية، انتفاضة شعبان وغيرها، كم قدم الشعب العراقي من شهداء ومن أبرار ومن نساء عفيفات تلوى على متونهن سياط الظالمين والجبابرة والطغاة. لذلك هذا في الواقع
لو لم يكن عندهم ثقة بالله سبحانه وتعالى في تلك الواقعة في كربلاء، في تلك الساحة ساحة كربلاء، والجثث أشلاء مرمية على الأرض، والجثث مقطعة من الرؤوس والدماء والخيم محروقة، لكن أمل الحوراء زينب حينما رأت ابن أخيها زين العابدين كان متألما تلك المناظر. قالت له: ما لي أراك تجود بنفسك يا ابن أخي يا بقية أهلي وجدي. إن الله سبحانه وتعالى أخذ على أناس ميثاقهم لا يعرفونهم، طواغيت الأرض يوارون، يجمعون هذه الجثث فيوارونها وسينصبون لهذا الطف علما لا يدرس أثره ولا يمحى رسمه على كرور الليالي والأيام. وهذا هو الانتصار اللي نتحدث عنه، انتصار الإمام الحسين سلام الله عليه. إذا لم يستطع أن ينتصر عسكريا فهو انتصر معنويا، انتصر على مدى التاريخ. سبحان الله، مو هو الله خالق الزمن؟ مو خالق الساعات واللحظات والثواني؟ الله حول هاي الثواني إلى دنيا إلى الأبد، كلها سخرها للحسين. الطواغيت إذا كانوا يكتبون على الصخور ويكتبون أسماءهم ويخلون رسومهم، الإمام زين العابدين حينما وارى ثرى الإمام الحسين، جسد الإمام الحسين، كتب على الرمال: هذا قبر العطشان بكربلاء، هذا قبر الحسين بن علي الذي مات غريبا وعطشانا. زين هاي الرياح ما اجت اخذت هاي الكتابة وراحت؟ لا والله، هاي انحفرت في قلوب الطيبين والأحرار. لهذا تلاحظ أن أكثر شيء اللي يخلي الإنسان ينشد، يخاف من الحاكم، يخاف من الكذا، يخاف من أن يتحرك، يخاف أن يؤدي تكليف من تكاليف الشرعية، هو ضعف الإيمان. لذلك يقول رسول الله: إن أخوف ما أخاف عليكم خصلتان، خصلتين لن أخاف عليكم. لأن إذا أجنب في حياة الأمة، في حياة الإنسان كإنسان وفي حياة الإنسان كأمة كجماعة، خصلتان إذا هاتان الخصلتان استفحلتا في حياة الإنسان انشلت حركة الإنسان، صارت حركة الإنسان حركة باطلة. يقول: إن أخوف ما أخاف عليكم خصلتان: اتباع الهوى وطول الأمل. اتباع الهوى شو يعني؟ مو هذا الهوى، اتباع الهوى اتباع رغباتك انت الشخصية الجنسية الشهوانية الحيوانية البهيمية. تترك القيم ايها الانسان، وتترك المثل ايها الانسان، وتترك الحق ايها الانسان، وتتبع الباطل. اتباع الهوى هذا يخلي الانسان يثقل حركة الانسان في الارض، مو بس يعني ينال مغنم ساعة أو ساعتين، لا، هاي الذنب معه ذنب معه ذنب آخر، وهكذا القلب كله يتحول إلى قطعة سوداء لا تنفذ فيه ذرة من الخير، ذرة من نور الحق والهدى. اتباع الهوى وطول الأمل، أما اتباع الهوى فيصد عن الحق، لأنه كل ما يقلوله بشغلة حق أكو هوى يمنع. اضطحك الله يحب المال، قوم صلي يحب الراحة، قوم صوم يحب الأكل، عبد بطنه، عبد ماله، عبد ما أدري، صاير عبد انت. فلذلك الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه أصحابه مروا بامتحانات صعبة جدا، مرت عليهم امتحانات. انت لا تتصور بانه قضية انصار الامام الحسين مو قضية هينة، يعني في بعض الاصحاب، في بعض الناس تركوا الحسين، واكو بعض الناس التحقوا بالحسين وهو في طريقه. يا جماعة اللي يمر عليهم كان يدعوهم الامام الحسين الى نصرته. الحسين أعوذ بالله يعني ما كان يريد هذا الفخر فقط إلا والعائلة والحزبة وعشيرته، لا،
كان هذا يريد هذا من لحق بنا أهلا وسهلا يا أهلي جينا. حتى العبد اللي كان عندهم جون اشترك مع الحسين، منزلته مثل منزلة بقية الأنصار. لهذا يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يحدثنا، رسول الله يتحدث عن الأمور التي تثقل حركة الإنسان، يقول لابن مسعود: يا ابن مسعود قصر أملك، أملك لا يكون طويل، ما أقول لك اقطع أملك، قصر أملك، كن عاقل في أملك، لا تمد، لأنه إذا طال الأمل بعد الإنسان ما عنده توبة ولا عنده استغفار ولا عنده ذكر الله سبحانه وتعالى، ذن كل إنسان. يقول له يا ابن مسعود قصر أملك، فإذا أصبحت فقل إني لا أمسي، من عندي ضمانة أنا يعني بكرة يصير علي، وإذا أمسيت فقل لا أصبح، واعزم على مفارقة الدنيا وأحب لقاء الله ولا تكره لقاءه. اللي يحب لقاء الله منظف السجل مالته، سجله مو أسود، مثل ما واحد يعني يريد يفتح لك قلبه، إذا لا سمح الله لسانه معك مش منيح، ذاكرة كبسه، ما أدري، مجموعة ذنوب عامل معك، شو يفتح معك؟ كيف مع الخالق جلت عظمته؟ لهذا يقول في الحديث الشريف: حينما يحب الإنسان لقاء الله سبحانه وتعالى، شو معناه؟ معناه منظف حياته، منظف قلبه، منظف حساباته مع الله سبحانه وتعالى. يقول: وأحب لقاء الله ولا تكره لقاءه، فإن الله يحب من يحب لقاءه. الله يحب اللي يحب يلتقي فيه، ويكره من يكره لقاءه. مثل ما أنت تكره لقاء الله، شو معنى تكره؟ يعني عندك ذنوب لسه ما مرتب وضعك معه، عندك أموال ما منطهرها، عندك حسابات مع الناس ماخذ من هذا ومن هذا، مهم اختلس جيب يعني، هذا شلون أنت تحب تلتقي مع الله إذا من مليان، مليان روحك، مليان أعمالك، مليان حياتك من الذنوب والمعاصي. يقول السلام عليكم: إن النور صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن النور إذا دخل الصدر انفسح، نور يعني الإيمان، إذا دخل قلب الإنسان انفسح، توسع قلب الإنسان، يتوسع. سبحان الله، شقد ما يكون الإنسان متواضع متذلل بين يدي الله، كون عزيز مع الناس، ذليل مع إخوانك الطيبين المؤمنين، هاي الذلة بين يدي الله سبحانه وتعالى تعلمك كيف تكون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. شقد ما يكون الإنسان ذليل بين يدي الله سبحانه وتعالى، الله يملأ هذا ذو العز، هذا الخير الله سبحانه وتعالى ما يخليه فاضي، مثل الوديان، كلما ازداد الوادي عمقا حينما تمطر السماء كما يقولون كأفواه القرب، كلما ازداد هذا الوادي خيرا من خيرات الله سبحانه، وكلما كان هذا الوادي أو هذا الجبل متعجرفا معرضا عن الله سبحانه وتعالى يمر عليه خير الله مرورا عابرا. فلهذا يقول الحديث: إن النور إذا دخل الصدر انفسح. قيل: هل لذلك من علامة أو من علم؟ أكفد علامة حتى أنا أعرف يا رسول الله؟ قال: نعم، التجافي عن دار الغرور، الإنسان ما يهتم بالدنيا أكثر من الناس، يعيش حياته في الدنيا ويرتب وضعه، لكن قلبه متعلق بالآخرة، يعني أمور مرتبها مع الله سبحانه وتعالى. والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزوله،
يقول سيد البلغاء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، طبعا كلام الإمام كما تعلمون إمام الكلام، يقول شوقوا أنفسكم إلى نعيم الجنة. تحب الموت تمقت الحياة. إذا إحنا ما مشوقين نفسنا للجنة نتصور بأنه الدنيا هي الجنة، المال هو الجنة، النساء الجميلات هن الجنة، الذهب هو الجنة، المنصب هو الجنة، السمعة والمال كذا هو الجنة، أصلا تاركين للآخر. شلون بعد إحنا نحب الجنة ونلتقي بالله ونحب الموت؟ ما لكم إذا قيل لكم اثاقلتم إلى الأرض. هاي كلها تشد مثل البالون، يمثلوه علماء الأخلاق، البالون شقد خفيف، بهذا الغاز الخفيف غاز الهيليوم لما يترسوه بالبالون يصير خفيف، الإنسان يولد خفيف، لكن هو يثقل حاله بعض الأحيان، هو يثقل نفسه، فيشدون هذا البالون بالحبال، كلما ازدادت يعني هذه الحبال كلما ازداد ثقلا ما يقدر يخلع. كذلك الإنسان كلما تعلق أكثر تشبث أكثر كلما الأرض اليابسة. لهذا يصف إمامنا الحسين روحي فداه أصحابه، هؤلاء الأصحاب اللي هذه الليلة منسوبة إلهم، ليلة السادس، يقول بعد أن جمع أصحابه وأهل بيته كلهم جمعهم أولا حتى يخليهم بالجو، بكرة إيش راح يصير ليلة العاشر، بعد أن أثنى على الله سبحانه وتعالى وحمده في السراء والضراء قال اللهم إني أحمدك على أن أكرمتنا بالنبوة وجعلت لنا أسماعا وأبصارا وأفئدة وعلمتنا القرآن وفقهتنا في الدين فاجعلنا لك من الشاكرين إلى أن ينسي. أما بعد، هاي شهادة من الحسين، مو من عندي ولا من بعض الكتاب، لا، شهادة من معصوم، من سيد شباب أهل الجنة، يقول أما بعد فإني لا أعلم أصحابا أوفى ولا خير من أصحابي ولا أهل بيت أبر ولا أوصل من أهل بيتي. هاي شهادة من الحسين. ومن بيهم ذول الأصحاب؟ بيهم العبيد، وبيهم جون، وبيهم فقراء، وبيهم الزعماء، بيهم هؤلاء. زهير بن القين كان زعيم عشيرة، زهير بن القين صحيح كان غير اتجاه أموي عثماني، لكنه سبحان الله حينما التقى بالحسين، راح نسمع بعد شوي ماذا قال زهير بن القين حينما حول رحله وهو في طريقه. كان أصعب شيء على زهير بن القين سبحان الله اللقاء مع الحسين. يقولون الحسين لما طلع في اليوم الثامن من ذي الحجة سنة 60 طلع من مكة، يا يوم يعني يوم الثامن يسمى الحجاج اللي رايحين مكة يسموه هذا يوم التروية، اليوم اللي الحجاج يملؤون القرب حتى يذهبون إلى منى، يستحب المبيت في منى، ثم يذهبون في اليوم الثاني يوم التاسع. وين يرحون؟ يرحون على عرفات يوم التاسع، لأنه وجودهم وجود الحاج ينبغي أن يكون من ساعة من الزوال إلى الغروب في عرفات. فخرج الإمام الحسين بهذا اليوم في اليوم الثامن من ذي الحجة، وزهير خلص الحج وطلع. المهم ما كان أصعب شيء على زهير اللقاء بالحسين، كان يهرب من الحسين، ما يريد يلتقي بالحسين ولا يريد يسمع كلام الحسين ولا يريد يشوف الحسين. هذا زهير، هذا البطل العظيم، وإذا به يلتقي بالحسين في مكان لا بد من أن يلتقيه في الطريق، هذا قبل وصوله إلى كربلاء. فبعث الحسين إليه رسولا، الله يحفظ أزواجكم زوجاتكم أولادكم. زوجته كانت في غاية من الإيمان وغاية من العقل والحكمة، يقولون حينما بعث إليه رسولا لم يجبه،
يقول كأن على رؤوسهم الطير، شي يسوي ما يدرون. فقالت له زوجته العفيفة المؤمنة الطيبة العاقلة اسمها دلهم، قالت أمثل الحسين يدعوك ولا تجيبه؟ اذهب إلى الحسين، ترى هاي اشتركت، ها بهالكلمة هاي اشتركت مع نساء الحسين، كانت سبب في هداية زوجها زهير. فلهذا تحول جاء زهير إلى الإمام الحسين والتقاه. الحديث شو اللي دار فيما بين الحسين زهير بن القين؟ ما كان عنده شبهة على أن الإمام الحسين هو سيد شباب أهل الجنة، ما كان عنده شبهة. لذلك الحسين حينما التقاه بسرعة أزال هذه الشبهة عنه وحول رحله إلى رحل الإمام الحسين. ما أن جاء إلى الحسين إلا وهو راجع مسرعا إلى أهله، طلق أهله، طلق زوجته، والتحق بالإمام الحسين مع بعض من كان معه لحظات. فلهذا الإمام الحسين يقول فجزاكم الله عني جميعا عني خيرا، ألا وإني لا أظن يومنا من هؤلاء الأعداء غدا، وإني قد أذنت لكم. من جهة الحسين يفتش على الأنصار والمقاتلين، الحسين يريد يجمع أكبر عدد ممكن، من جهة يخاطب هؤلاء في ليلة العاشر من المحرم، يخاطبهم يقول لهم قد أذنت لكم، أنتم في حل من بيعتي، وإني قد أذنت لكم جميعا فانطلقوا في حل ليس عليكم مني دماء. مو كيف وراحوا كل من دولة تجلي. يعني الحسين شهادة الإمام الحسين حينما يقول أنه أفضل أصحاب في الدنيا هم هؤلاء، لأنه المرحلة اللي عاش الإمام الحسين مرحلة ما مرت لا بنبي ولا بوصي نبي كما مر بها الحسين. هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، وليأخذ كل واحد منكم بيد رجل من أهل بيتي. كل من يأخذ واحد من أهل بيتي ويطلع ويروح إلى أرض الله الواسعة. ثم تفرقوا عني في البلاد في سواد البلاد ومدائنكم حتى يفرج الله، فإن القوم يطلبونني ولو أصابوني للهوا عن طلب غيري. ترى الجماعة يردوني، ما يردوكم. ماذا أجابوه أبو الفضل العباس؟ صعب على أبي الفضل العباس هذه الكلمة، صعب على أصحاب الحسين هذه الكلمة. قال له ولم نفعل هذا؟ لنبقى بعدك يا أبا عبد الله، الروح نعوفك ليش حتى نبقى بعدك؟ لنبقى بعدك لا أرانا الله ذلك اليوم أبدا. ثم التفت إلى أبناء عمه من بني عقيل، قال لهم حسبكم من القتل بمسلم، ترى أنتم القتل من عندكم مسلم، روحوا حسبكم من القتل بمسلم، اذهبوا فقد أذنت لكم. ماذا أجابوه؟ قالوا وما نقول للناس؟ نقول تركنا شيخنا وسيدنا وبني عمومتنا خير الأعمام، ولم نرمي معهم بسهم، ولم نطعن معهم برمح، ولم نضرب بسيف، ولا ندري ما صنعون. هيك نعوفك الروح يا أبا عبد الله؟ لا والله لا نفعل ذلك، ولكننا نفديك بأنفسنا وأموالنا وأهلينا، ونقاتل معك حتى نرد موردك، فقبح الله العيش بعدك يا أبا عبد الله. هذا النموذج الثاني. النموذج الثالث، هؤلاء من الأنصار، أولئك أهل آل بيت الحسين، آل عقيل، أولاد عم، لكن الأنصار اللي هم عربة،
يجمعهم الدين، يجمعهم التوحيد، يجمعهم الإيمان، القضية. لذلك أوعى من كان في زمن الإمام الحسين هي هذه الصفوة. ترى مو اجوا هيك مغمضين عيونهم مخلين المسألة بيد الحسين وهيك فاتين المعركة، لا. أوعى من كان في زمن الإمام الحسين هي هذه الجماعة. لذلك أخذت مأخذها من النفوس الطيبين على مرور الليالي والسنين. يقول الأنصار تقدمهم مسلم بن عوسجة ذلك العبد الصالح، قال له: يا أبا عبد الله، أنحن نخلي عنك وبماذا نعتذر إلى الله؟ شو نعتذر إلى الله سبحانه وتعالى في أداء حقك؟ أما والله لا أفارقك حتى أطعن في صدورهم رمحي وأضرب بسيفي ما ثبت قائمه بيدي، ولو لم يكن معي سلاح أقاتلهم لقاتلتهم بالحجارة حتى أموت معك. حتى لو ما عندي سلاح أقاتلهم بالحجارة حتى أموت معك. وقال الصحابي الجليل سعد ابن عبد الله الحنفي: والله لا نخليك. هاي صور حقيقة حينما نقرأها علينا أن نشوف هاي المعادن. الحسين لما كان يقول لهم روحوا، هو فعلا يريد يبين معادنهم للبشرية، يبين نفوسهم نواياهم، حتى يقول لهم بكرة لما ترحون، لما يصير بكرة يوم العاشر، ينبغي أن تعلموا ماذا سيحل بكم. وكذلك وضح لنا معادنهم ونفوسهم ونواياهم. والله يقول له: يا أبا عبد الله، لا نخليك حتى يعلم الله أننا قد حفظنا غيبة رسوله فيك. أما والله، هذا يقسم، أما والله لو علمت أني أقتل ثم أحيا ثم أحرق ثم أذر. أقتل ثم أحرق ثم أحيا ثم أحرق وأذر، وهكذا يفعل بي 70 مرة، ما تركتك فكيف بها وهي قتلة واحدة ومن بعدها الجنة والكرام. ينبري إليه زهير بن القين، هذا العبد الصالح، يقول: والله لوددت أني قتلت ثم نشرت ثم قتلت حتى أقتل 1000 مرة، وأن الله عز وجل يدفع بذلك القتل عن نفسك وعن أنفس هؤلاء الفتيان من آل بيتك 1000 مرة. أكو بعض الأصحاب كانوا يبكون، يسألون الحسين: مما بكاؤكم؟ يقولون له: ما عندنا سوى روح واحدة، نفس واحدة، ما عندنا أرواح كثيرة حتى نبدي كبيرة. يقول لي جون: تبعتنا للعافية، أنت جيت ويانا للعافية، تروح هذا الليل قد أتاكم فاتخذوه جملا. يقول له أبا عبد الله: أنا في اليسر ألحس قصاعكم وفي العسر أترككم. لا والله، وأريد أن يختلط هذا الدم الأسود مع دمائكم فعلا. فلهذا تلاحظ هذه الصفوة، هؤلاء حينما سمعهم الحسين سلام الله عليه بهذه الروح، هاي الروح العالية. وبالمناسبة إذا تلاحظون يعني حقيقة واقعة الطف فيها كثير من العظات والدروس. تلاحظون معظم أصحاب الحسين، آل بيت الحسين، حينما كانوا ينزلون إلى المعركة كانوا يرتجزون أرجوزة، كل واحد من عندهم يعرف نفسه، وكان يرتجز: أنا زهير وابن القين، ما أدري، كل واحد كان يرتجز أرجوزة معينة، أميري حسين ونعم الأمير. هذا الشيء ما لا نلاحظه في الطرف الآخر، مما يظهر أن أولئك كانوا يعلمون أنهم يقدمون على جريمة كبرى. ولكن هذا الذي كنا تحدثنا به في بداية حديثنا، أثقلهم حب الدنيا،
تعلقهم بالدنيا بما فيهم حتى عمر بن سعد. عمر بن سعد كان رايح ما أدري وين، كان معطي عبيد الله بن زياد، كان معطي إمرأة دستوبي والري ومكان آخر بين همدان وبين منطقة أخرى. حينما وصل إلى ذلك المكان قال له تعال اذهب إلى قتال الحسين. يقولون أن في بداية الأمر اعترض، يعني اعترض بشكل بارد بشكل مو قوي. هنا بدأت تظهر شخصية عمر بن سعد بأنه ساقط في هذا الامتحان، ساقط في هذا الابتلاء. لهذا هذه الأبيات: فوالله ما أدري وإني لحائر أفكر في أمري، على خطرين أترك ملك الري والري منيتي، أم أرجع مأثوما بقتل حسيني حسين بن عمي، والحواجث جمة لعمري، ولي في الري قرة عيني. يقولون إن الله خالق جنة ونار وتعذيب. قام يشك حتى بالجنة والنار. شوف الجريمة لما تغزو الإنسان وتغزو قلب الإنسان، السيطر على قلب الإنسان، على روح الإنسان، بعد يقوم يشكشك آخرة، من يقول أكو آخرة، من يقول أكو حساب. الله كريم، الله رحوم. يقولون أن الله خالق جنة ونار وتعذيب وغل يديني، فإن صدقوا فيما يقولون إنني أتوب إلى الرحمن من سنتين. هي كأنه التوبة شربت مي. يقتل الحسين سيد شباب أهل الجنة ويتوب إلى الله سبحانه. القاسم له صورة أخرى، يقول للحسين سئلة: ما تجد طعم الموت يا ابن أخي؟ يقول له: يا عم إني أجده أحلى من العصر. أحلى موت، هذا موت. الموت تعلموا من سيدهم الإمام الحسين، يرى في الموت سعادة. إني لا أرى الموت إلا سعادة حينما يكون هذا الموت في سبيل الله، حينما يكون هذا الموت لله سبحانه وتعالى في طريق الله. والحياة مع الظالمين إلا برمة، إلا ذل وهوان. لهذا يجي أحد الأصحاب، أمة صبي بعد صغير، أمة تقصر حمائل سيفه. الحمائل هاي اللي تشيل السيف، إن هذا إذا الحمائل طويلة من يشيل السيف يخط على الأرض، فقصرت حمائل السيف. فجاء هذا الصبي يستأذن الحسين إلى البراز والقتل، فقال له: ارجع إلى أمك، إني لا أحب أن أجمع عليها مصيبتان، لأنه قبل قليل قتل والده، استشهد والده. قال أبا عبد الله: والله إن أمي هي التي أرسلتني. جاءت أمه قالت له: يا أبا عبد الله ائذن له حتى يبارز دون يبارز بين يديك، يقاتل أعداء الله. ذهب هذا الصبي وهو يقول: أميري حسين ونعم الأمير، سرور فؤاد البشير النذير. الله يرحم الشهيد المطهر. يقول هذا: من هو والده؟ من هي عشيرته؟ أكو ناس مو معروفين. هذا يقول أميري حسين، ما يقول هو منه. أميري حسين ونعم الأمير، سرور فؤادي البشير النذير، علي وفاطمة والدا، يا فهل تعلمون له من نظير؟ له غرة مثل شمس الضحى، له جبهة مثل بدر منير، قتل قتال الأبطال إلى أن خر صريعا، صح السلام عليك يا أبا عبد الله. جاه الحسين كالليث الغضبان، وضع رأسه في حجره بعد أن جلس عنده. فتح الصبي عيناه، رأى أن رأسه في حجر الحسين، صاح: من مثلي وقد وضع ابن رسول الله خده على خدي؟ من مثلي وقد حملني الحسين؟ جاء
أبي حمله حتى يضعه مع الأصحاب مع الأنصار قبل أن تفارق روحه التراق قبل أن يموت قبل أن يستشهد رأى الحسين شفتا الصبي تتحركان دنا إليه وإذا به يقول أبا عبد الله يا حسين حولوا رحل أمي إلى رحالكم فقد أصبحت بلا معين هو كان معينها هذا وكان وحيدها هذا حولوا رحل أمي إلى رحالكم والله والصبنا قبل ان تروحوا يون اذكروا شهداءنا ارخصوا دموعكم للحسين والصبنا قبل ان تروحوا وقبل ان على الغبرة تنامون يا مغسل الشبان بهداي 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 والله بهيدا من تصب عليهم الماء يا وليد وعزيز وضيه إلك عيني إلك ها وبنوتي حشاواي شمامتي شمامتي ونست بدنياي يا شبان يا نجوم المخيم يا بدور شرقت ولي بحر دم بالله يا هوى الغربي دين السين بلش تفوح عنهم جمرة الحار ساعد الله قلبك نور عيني يا أبا عبد الله وقف ما بينهم والدمع سجاب سجاب يا هاب وقالهم هاي تاليكم يا لحظة يصير عتيب وندري ما نشعت يا أبو عند الموت كل شي موش ميسور يا وعند الموت كل شي موش ميسور لما رأى سبط أصحاب الوفا قتلوا نادى أبا الفضل أين الفارس البطل وأين من دوني الأرواح قد بذلوا معي معي بالأمس كانوا معي واليوم عظم الله أجوركم بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا وخلفوا في سويد القلب نيرانا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا من لا يقال لغيرك يا الله الآية الشريفة قضاء حوائج المحتاجين شفاء مرضى المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب ويكشف السوء اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات
إنك مجيب الدعوات غافر الخطيئات كاشف الكربات مبدل السيئات بأضعافها حسنات. اللهم وفقنا لما يرضيك جنبنا معاصيك. اللهم ارحمنا وارحم أمواتنا يا أرحم الراحمين. جماعتنا الحاضرين من كان فيهم طالب حاجة، اللهم اقضي حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنين بحق محمد سيد المرسلين وآله الأطهرين إلى أمواتنا وأموات السامعين والحياة الأعلام وشهداء الإسلام نهدي إليهم ثواب المباركة الفاتحة مع الصلوات.